اليوم بقى بتاع التوقيع بتاع الكابتن عبد الله اثناء الزياره بتاعت معالي ترك الشيخ للنادي الاهلي، ودخل على كابتن استقبله عند الصاله المغطاه اتفرجوا عليها، وبعدين دخل على الكوره والتقوا مع اللعيبه ومنهم عبد الله السعيد. كابتن انا ما حضرتش الجزئيه دي، انا كنت مستني في المبنى الاجتماعي يعني. بس عرفت يعني لما شاف الكابتن عبد الله سعيد قال له كلمه، غالبا قال له كده عبد الله كابتن خطيب نتحط كلنا مكان منك انت عبد الله او حاجه زي كده يعني. انت يعني نتحط كلنا في الموقف ده، كان لسه الموضوع ما انفجرش انه مضى للزمالك. فراح كابتن عبد الله كما قيل لي بالظبط من مصدر موثوق منه جدا، اداله ظهره مش خطوتين، وحد اداله منديل ورق بما يوحي انه كان يبكي في مواجهه الكابتن حسام البدري، راح واخدين بعض بالحضن واجهش بالبكاء عبد الله السعيد، والكابتن حسام اتاثر من الموقف ده ودمع معاه وبتاعه، وانتهت دموع عبد الله سعيد حسمت توقيعه للاهلي وانتقاله، خلاص قضي الامر، راح هاتوا العقود، مضى، طلع اتحاد الكوره بدون حسابات. احنا في السيناريوهات بقى او في الحلول المثلى دي في السينما ما تعديش كده. عايز ايه تاني؟ اذا لغايه لحظه كلمه الكابتن الخطيب لعبد الله مفيش تاكد الا من عبد الله بقى. ايوه عبد الله اللي اكد بقى تيجي منك انت وكده تحطنا في الموقف ده. بدا عبد الله ينهار، عيط يعني، عيط عياطه لانه انا كنت يعني عارف مش عياط، انا كنت عارف انه الليله اللي قبلها او ربما يوميها الصبح التقاه حسام غالي، وحسام غالي عشان الناس اللي قالت ليه يتدخل، حسام غالي كابتن الفرقه اللي ليه يتدخل ولا مش كابتن، وعبد الله السعيد لاعب في الفرقه يعني ولا كابتن، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره مش بيفاوض واحد هيجيبه من نادي تاني يا سيدي، واحد كوره ما دخلش ليه يتدخل، انما في النهايه هو كابتن الفريق وفي لاعب عنده في الفرقه عنده مشكله فطبيعيا يتدخل. ايه عبد الله المشكله؟ قال له انا مضيت للزمالك. طب ايه؟ قال له التفاصيل الماديه، ثم عايز ارجع وعايز افضل في النادي. انا قلت ساعه الجد مواجهه الامر صعب على اي لاعب، انه يتخيل نفسه يمشي ويمشي يروح فين؟ عند المنافس. ده المستشار تركي الشيخ والسفير احمد قطان اللي بقى وزير دلوقتي، وزير المملكه للشؤون الافريقيه وراجل يعني حبيبنا وصاحبنا وتربى معانا في النادي، ورجل ابلى بلاء طيبا، وهو سفير وهو المندوب كل التوفيق في جامعه الدول العربيه عن السعوديه، مندوب المملكه في الجامعه العربيه راجل جميل جدا ونتمنى له التوفيق. ولكن اللي حصل بقى راح مضى والكلام ده، واحنا كان افضل الحلول ان كابتن عبد الله يمضي لان هو كان كل الناس تقول لك طب وانت مش تعيره، وكان مضى لك سنتين وطلع عرض 6 أشهر دول بتاع، فكان قاعد الحلول طب ما نعكس خلاص ما طلعش عارة اهو، لا يمضي اذا كان هناك سبيل للعارة. الكابتن خطيب لقى ان ما فيش حل، ما ينفعش غير انه يطلع عارة في الفترة دي، او اذا جاله عرض كويس بالبيع فليكن. طيب.